بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها وبقوة ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة عايز اتكلم فيها يا جماعة، الاصابات والضربات في النادي الاهلي، مش بس غياب امام عاشور، مش بس غياب ديانج، مش بس غياب بيرسي تاو، مش بس غياب الشحات والشناوي وياسر ابراهيم ومعلول. الاصابات تضرب النادي الاهلي في حوالي 12 13 لاعب. المشكله مش في كده بس، المشكله ان اللعيبه اللي كانت بتكسبنا من نادي الزمالك هي كمان مصابه. يعني الضرب من هنا ومن هنا، يعني غايب عندك 12 لاعب اساسي، فكان في ولادنا اللي وشهم خير علينا اللي بيكسبونا الماتشات، زي مثلا ابننا محمود علاء مصاب، ابننا محمد صبحي مصاب، ابننا شيكابالا مصاب، ابننا اوباما مصاب، كل اللي كان فيه الخير، ابننا رؤى مصاب، اللي كانوا بيكسبونا الماتشات بكره كده ولا كره كده مصابين وغايبين. فالموضوع تحس ان هو جاي ملخبط مع النادي الاهلي. يعني اللعيبه اللي كانت بتكسب النادي الاهلي في النادي الاهلي غايبه، واللعيبه اللي كان وجودها يدي قوه للنادي الاهلي ويدي عوامل ضعف النادي الزمالك برضو غايبه. تحسها كده يعني ماشيه بالعكس معانا. جماهير الزمالك لما كان بيغيب منهم اشرف رؤى كانوا بيقلبوا الدنيا. جماهير الزمالك لما بيغيب منها لاعب او اتنين او تلاته من اللعيبه الاحتياط بيقلبوا الدنيا، وبيرجعوا ده للعمل والسحر والأعمال والدجل والشعوذة وشبرخيت والكلام ده كله. وقد إيه الزمالك المباراة صعبة عليه، وقد إيه الزمالك لما هيخسر المبررات بتاعتنا جاهزة، وإن إحنا كان عندنا دكة كاملة غايبة عن نادي الزمالك، في حين النادي الأهلي الغاب عنه أكتر من فرقة كاملة أساسيين. مش من حق جمهور النادي الأهلي إنه يقول عنده لاعبين مصابين او عنده اي غيابات، والاهلي بمن حضر، الاهلي بمن حضر اكيد، لكن غياب الكم الهائل ده عن النادي الاهلي. انا اتذكر اخر 4 سنين مفيش مباراة الاهلي لعبها مكتمل الصفوف امام الزمالك، لازم في غيابات، وغيابات مؤثرة بالجملة، 4 5 6 7 لاعبين. رابطة الاندية المحترفة، انتوا جايين تهرجوا ولا تهزروا؟ لا الاثنين، احنا جايين نهرج ونهزر. رابطة الاندية عشان الزمالك اللي في المركز ال 14 في الدوري كسب الاتحاد 3-0، قال لك خلاص امشي انتوا يا ولاد رزق، ولاد رزق اللي بجد حضروا، ومنزلين صورة لزيزو واكينيولا وعبد الله السعيد وناصر ماهر وعمر جابر. يعني خلاص دول ولاد رزق متأكدين، عشان ما نجيش يوم الاثنين الجاي نحط عليهم تطلعوا تقولوا اي حاجة تانية، هم دول ولاد رزق الجزء الثالث. يا رابطة الاندية المحترفة، مش عايز اقول المنحرفة، المحترفة، هم دول ولاد رزق، عشان لما يتحط عليهم يوم الاثنين الجاي ما تطلعوش باي حجة او اي مبرر. انت متخيل رابطة الاندية اللي المفروض تكون على كامل الحيادية بين كل الاندية المصرية، شايفين قبل مباراة مهمة زي الأهلي والزمالك إن هم لازم يدعموا الزمالك، لازم يدعموا لعيبة الزمالك معنويا ونفسيا، وبيوصفوهم بولاد رزق قبل مباراة القمة أمام النادي الأهلي. المهم نطلع بعد كده ونقول لك الله يا زمالك، الأهلي بيجامل والأهلي الننوس والأهلي المدلل في الكرة المصرية. الأخ إبراهيم عبد الجواد زاطت منه، هربت من ابراهيم عبد الجواد على الاخر. يعني ابراهيم عبد الجواد بيقول لك اهو يا اهلاويه، الشيخ طه اسماعيل بينتقد كولر، حد فيكم يقدر يرد على طه اسماعيل ولا انتوا بس بتيجي ترد عليا انا؟ اللجان الماجوره بتيجي ترد تنتقد ابراهيم عبد الجواد عشان بينتقد النادي الاهلي، لكن لما الشيخ طه اسماعيل ينتقد محدش بيتكلم. قمه الكوميديا السوداء ان الاستاذ ابراهيم عبد الجواد عايز يساوي نفسه بالشيخ طه اسماعيل. احنا وصلنا لاخر الزمان بجد بجد، وصلنا لاخر الزمان، ان اللي زي ابراهيم عبد الجواد
اللي ما لبسش تيشيرت وفانيلا في يوم من الايام عايز يساوي نفسه فنيا بالشيخ طه اسماعيل، فلما هو ينتقد وطه ينتقد احنا الاثنين بننتقد مع بعض جينا. هل احنا وصلنا لمرحلة ان طه اسماعيل يتساوى بابراهيم عبد الجواد؟ ممكن ابراهيم عبد الجواد يكون مقدم برامج جيد، ممكن ابراهيم عبد الجواد يكون موديل جيد شكله حليوة ومحفلط، لكن عمره ما هيتساوى بالشيخ طه اسماعيل، ولا عمر جمهور النادي الاهلي هيقبل يحطك في كفة او في مقارنة او في جملة مفيدة مع الشيخ طه اسماعيل. بالمناسبة الاخ ابراهيم عبد الجواد امبارح قال انا عايز محمد عبد المنعم يقعد مع نفسه ويشوف الاخطاء اللي عنده. محمد عبد المنعم نزل صورة لابراهيم عبد الجواد بيرد فيها على ابراهيم عبد الجواد. الصورة هي يا جماعة اهو، ده محمد عبد المنعم وهو قاعد مع نفسه اهو يا ابراهيم بيسمع كلامك اهو الراجل وقاعد مع نفسه عشان يشوف الاخطاء والحاجات الوحشة اللي هو بيعملها في الفترة الاخيرة. ده ردا على الاخ ابراهيم عبد الجواد اللي مش عاجبه محمد عبد المنعم افضل مدافع في مصر شاء من شاء وابى من ابى. الزمالك اخر اربع ماتشات قدام النادي الاهلي في مباريات القمة في الدوري او في الكاس بيتحط عليه، بيتحط عليه بلغة الكورة مش بحاجة تانية. الزمالك بيخسر 2-0، بيخسر 3-0، بيخسر 4-1، بيخسر 2-0. ده نتائج اخر اربع ماتشات الاهلي والزمالك. طب نعمل ايه يا جماعه بجد؟ رابطه الانديه قعدت مع نفسها، هو الاهلي ده هيفضل يحط على الزمالك كده؟ لا، ده الاهلي ايده طرشه. لا، عايزين يعني نحنن قلب الاهلي على الزمالك ان شاء الله حتى نطلع بالتعادل، بس ما ينفعش كل ماتش اهلي وزمالك ايه هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمه. لا، لازم نحط حد للمهزله دي. ما دي مهزله، مهزله ان الاهلي يكسب الزمالك اربع ماتشات متتاليه، مهزله ان الاهلي اخر 10 ماتشات في الدوري بيكسب الزمالك 6 ماتشات والزمالك بيكسب ماتش وبيتعادلوا 3 ماتشات. لا يا بيه، احنا كده مش في دوري، احنا كده في بطوله ام عبير، يعني عيب يعني. ما ينفعش. فلازم نعدل في الموضوع. فنعمل ايه يا جماعه؟ نجيب الكابتن ابراهيم نور الدين، ده معلم والكل منه يتعلم، ده راجل برنس كده كده مش فارق معاه تصنيف الفيفا ولا تقييم الفيفا ولا تقييم الكاف، والراجل عايز يعتزل بماتش القمة. ولما يعتزل زي محمد فاروق فاكرين في ماتش سموحة والزمالك، بعد كده نبقى نجيبه في لجنة الحكام نراضيه بأي سبوبة وأي مصلحة يديرها وخلاص. وإبراهيم ابننا يعني، من إيدك دي لإيدك دي. ومش بس كده، لا، احنا هنجيب حكم من حكام الاحتواء نحطه كمان في تقنية الفي ار. حقيقة الأمر يا جماعة، في مثل دارج مش فاكره بالظبط، فيما معناه يعني سكتنا له دخل بحماره. كان بيقول لك كده، سكتنا له دخل بحماره. فالنادي الاهلي سكت، اداره النادي الاهلي سكتت كتير. بالمناسبه كاس مصر اللي احنا كسبناه في الرياض، لولا البطوله اتلعبت في الرياض كانت اتلعبت في مصر وكان زمان الزمالك بطل كاس مصر شاء من شاء وابى من ابى. ومش عاجبك اخبط دماغك في الحيط، واداره الاهلي ما كانتش هتعترض، واداره الاهلي ما كانتش هتعترض. فالاتحاد المصري لكره القدم عارف ان احنا طيبين قوي قوي يا خال، احنا مش هنتكلم، احنا كنادي اهلي مش هيتكلم. والله لو جابوا لنا حسين لبيب، يحكم الماتش عادي جدا، كإدارة نادي أهلي لن نتحدث ولن نعترض ولن نعمل أي حاجة. عشان كده سكتنا له دخل بحمار، هو بيجربك مرة في التانية في التالتة، لاك ساكت ما بتتكلمش ما بتعترضش، عمال يتلغي لك أهداف، عمال يتحسب عليك ضربات جزاء، عمال في ضربات جزاء ما بتتحسبش ليك وبتخسر من البنك الأهلي، في ضربات جزاء ما بتتحسبش ليك وبتتعادل مع إنبي، وما بتتكلمش في دي ولا في دي. طب يلا باخد التقيلة، التقيلة انا هجيب لك حكم ويخلص عليك في ماتش الزمالك القادم يوم الاثنين. نادي الزمالك يا شمس يا شموسة، خدي سنة الجدع وهاتي سنة العروسة، او خدي سنة الجاموسة وهاتي سنة يا شمس يا ام الودع، خدي سنة مش عارف ايه وهاتي سنة الجدع. نادي الشمس يا جماعة بيحط بالتقيل على نادي الزمالك. الزمالك يودع منافسات كأس مصر،
للكرة الطائرة بعد الخسارة المذلة المذلة من نادي الشمس 3 أشواط مقابل شوطين. عاش، لا مش عاش اللي قال، لا عاش كابتن حسين لبيب رئيس أكبر قلعة رياضية في الشرق الأوسط. عاش حسين لبيب اللي الكلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، والكلام بيتداس بالهواء أو بيطير في الهواء أو بيتداس بالأقدام. موسم الزمالك في الطايرة انتهى بفشل ذريع. الزمالك بيخسر 6 بطولات في الطايرة. 6 بطولات في الطايرة. الزمالك مع حسين لبيب حتى الآن 9 بطولات خسرانها، ما شاء الله. محدش يقول لي رقم تاني لأن الحاجات دي بتتنظر وبتتحسب، عايزين رقم في زيادة على طول. الزمالك لما خسروا الدوري من النادي الأهلي والأهلي خد البطولة من السيدات، قال لك بس خلاص احنا نرجع أحمد فتحي المدرب بتاع السنة اللي فاتت، هو ده اللي كان جاب التايهة وهو ده اللي جاب لنا الكاس. فهتعالى يا أحمد يا فتحي احنا مشيناك عشان انت تبع مرتضى، تعالى يا ابني كسبنا كاس مصر. ورجعوا احمد فتحي بقاله كام يوم وعمال يدرب الزمالك. المهم النهارده بيلعبوا الشمس، الشمس حطوا عليهم وطلعوهم من البطوله. عايز اقول حاجه مريبه جدا وغريبه جدا. من ساعه ما الاهلي كسب الزمالك في الطايره رجال سيدات، قناه اون في ايام العيد بتعيد علينا بماتشات من زمن فات. بدل ما قناة اون تعيد الماتشات اللي لسه الاهلي كسبانها في على الزمالك في العيد وتفرح الفئة الاكبر من جماهير مصر والرياضة المصرية النادي الاهلي، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي. قناة اون زمالك سبورت اللي اغلب اللي شغالين فيها شوية زملكاوية قالك لا احنا نجيب ماتشات السنة اللي فاتت اللي الزمالك كان بيدس على الاهلي فيها. يا ابن احنا ولاد النهاردة. لا 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 يا بيه، ده لسه فرحان، نفرح بقى جماهير نادي الزمالك شويه. ومن ساعتها عينك ما تشوف الا النور، ما بيعيدوش غير الماتشات اللي كان بيكسبها الزمالك السنه اللي فاتت والماتشات اللي بيكسبها النادي الاهلي سكمون بوكموند سكمون بوكموند. عايز اقول لقناه اون الاعادات بتاعتك دي مش هتمحي الحقيقه، مش هتمحي ان الاهلي مكتسح نادي الزمالك في كل العاب الصاله. الاهلي خد الزمالك الموسم ده غسيل ومكوى، ومش عايز اقول خده ورا مصنع ايه، لا عيب يا ولد، مش انا اللي اقول كده، مش انا اللي اقول كده. بكره نهائي كاس مصر بين عملاقه مصر، بين فتيات الذهب الحقيقي ونادي الشمس اللي اطاح بفتيات الذهب القشره الذهب الصيني. مباراة وبطولة في جيبنا الصغير، لكن لازم نجتهد ونحترم المنافس. عايز اقول ان اثناء مباراة الشمس كان في كراسي بتتكسر، وكان في واحد عمال يحزق، العب الزمالك العب الزمالك العب الزمالك. طبعا الماتش ما كانش متذاع، كان متذاع بس مباشر على صفحة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لكن كان في انفعالات وكان في كراسي طايره وحيره. الست ام البانه النهارده جالها الضغط والسكر وكان هتتشل النهارده. ست ام البانه اللي تشوف العمى ولا تشوف النادي الاهلي النهارده كانت بتكسر في الكراسي. الاخت الصفرة الثانيه اللي كل مرة تقول لك القادم أفضل للزمالك، القادم أفضل للزمالك، واتكلمت قبل كده وقالت إن مدرب الأهلي في السلة واليد عنصريين ومتعصبين ولازم يمشوا من مصر. النهاردة هي والست أم البنا كانوا قاعدين يكسروا في الكراسي بعد الخسارة المهينة والمذلة على يد نادي الشمس. بالمناسبة ما زال الصياح لدى الجماهير البيضاء واتهامات بالخيانة والعمالة والعمالة لدانا شوقي ومريم متولي. جمهور القلعة البيضاء شايفين ان البنتين دول تسببوا في خسارة نادي الزمالك، وان هم بيعملوا كده عشان يقدموا فروض الولاء والطاعة للنادي الاهلي. الله يا جماعة، يعني زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. انتوا شايفين ان بناتنا
دانا شوقي ومريم متولي بيخونوكوا وبيسلموكوا تسليم اهالي، خلي عندكوا كرامه ومشوهم. خصوصا ان البنات دول لهم 4 شهور ما بيقبضوش. مش عايزين خليهم يا باشا، خليهم واحلى بطولات على قلبنا. احلى بطولات على قلبنا تيجي من ناحيه نادي الزمالك. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.